ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل الامتحان السادس من كتاب مرحلة جيم 2023. نبدأ بسم الله بيج 36 36. listen and write true or false. استمع واكتب صح وخطأ. number 1 the dead sea is in Egypt، يعني البحر الميت في مصر. false there is too much salt in the dead sea، يعني لا يمكن أو يكثر الملح في البحر الميت. طبعا true أو يوجد الكثير من الملح في البحر الميت. true صحيح. number 3 you can't float on the dead sea، لا يمكنك أن تطفو على البحر الميت. false. سؤال number 4 the dead sea mud is good for the skin، إن طين البحر الميت مفيد للجلد. طبعا true. بعد كده سؤال number 2 listen and complete سامع وأكمل. number 1 رامز had a wonderful day out yesterday، يعني رامز قضى يوم لطيف أو جميل بالأمس. طبعا يبقى أنا هنا wonderful. number 2 رامز wanted to the wildlife، دي هي الحياة الإيه؟ wildlife الحياة البرية، حديقة الحياة الحياة البرية wildlife. number 3 رامز saw parrots شاف البغبغانات والإيه penguins البطاريق. السؤال number 4 parrots and penguins، يعني أقول لك البغبغانات والبطاريق دول بيكونوا are أيمن's favorite birds، يعني الطيور المفضلة لأيمن، يبقى هنا favorite birds الطيور المفضلة. عادي كده عندي السؤال الأول بيقول لي dolphins are very friendly، بيقول لي الدلافين دي بتكون حيوانات إيه ودودة جدا. دي الإجابة عندي F، أنا number إيه number 1، يبقى هنا عندي F. الإجابة بتقول they swim in groups in oceans، يعني هم بيسبحوا في مجموعات في المحيط. so number 2 playing sports at school، يعني لعب الرياضة في المدرسة. لعب الرياضة في المدرسة بتكون طبعا طريقة كويسة للإيه للرياضة. يبقى أنا عندي number 2 دي يقول لي is a good way to exercise، يعني طريقة جيدة للتدريب، دي number 2. سؤال number 3 التوم اللي هي القبر is a place حيث، يقول لي طبعا إن القبر ده بيكون مكان، قبر هو مكان حيث للإيه الناس طبعا بتدفن فيه. يبقى أنا عندي الإجابة عندي number E، الإجابة number E. نشوف E بتقول إيه هنا people were buried when they died، يعني كان الناس يدفنون عند وفاتهم، دي طبعا number 3. بعد كده بقول لي on the left، on the left على اليسار عندي هنا طبعا الإجابة إيه there is my sister bed، يعني طبعا هناك سرير مين أختي، يعني طبعا هناك سرير أختي. يبقى تاني on the left على اليسار there is my sister's bed، يبقى هنا number 4 ب A. number 5 at the end of the story، طبعا آخر حاجة عندي بيقول لي في نهاية القصة، في نهاية القصة الإجابة عندي هتكون B. they all lived happily ever after، يعني بيقول لي هم طبعا الناس دي عاشت حياة ايه عاشوا جميعا في سعادة الى الابد. الاجابة at the end of the story في نهاية القصة، الاجابة عندي B دي number 5 they all lived happily ever after، يعني عاشوا جميعا في سعادة الى الابد. بعد كده عندي النص بقول لي read the text and answer the question، اقرأ النص واجب الأسئلة. بقول لي honey isn't only used as food، العسل لا يستخدم فقط كطعام. it's also used a treatment for some injuries and illnesses، يعني طبعا هو أيضا مستخدمة لعلاج for لبعض الانجورس الجروح، استخدم كعلاج لبعض الإصابات، الانجورس اللي هي معنى الإصابات وكمان والأمراض and illnesses والأمراض. It was first used to treat wounds by Egyptian doctors around 5000 years ago. كمان هو تم استخدامه لأول مرة، تم استخدامه لأول مرة لعلاج طبعا استخدمه طبعا لأول مرة لعلاج الجروح. wounds معناها الجروح، طبعا لمعالجة الجروح. treat wounds by Egyptian doctors بواسطة أو من قبل الأطباء المصريين من قبل حوالي 5000 سنة كمان ago. scientists العلماء know يعرفوا that أن some types of honey contains the things that can help to kill bacteria،
كمان إن العلماء بيعرفوا إن بعض أنواع العسل بيحتوي على أشياء يمكن أن تساعد على قتل البكتيريا. بعد كده بيقول لي it helps wounds to heal more quickly، كمان يمكن أن تساعد برضو الجروح على الشفاء بسرعة، يبقى heal more يعني الشفاء بسرعة. You must be careful however، أنت طبعا يمكن برضو بعد ما تساعد على الجروح بسرعة يجب أن تكون حذرا. You must be careful، تكون حذرا. و however ومع ذلك أو على أي حال، the honey that doctors use a special honey، كمان على أي حال والعسل اللي استخدمه الأطباء بيكون طبعا عسل إيه؟ عسل خصوصي أو خاص أو مميز. Only that it's safe to use a treat، يعني كمان لا يمكن استعماله إلا كعلاج آمن. كمان فقط only that is safe to use a treatment، هو كمان يمكن أن يستخدم ليه أو لا يمكن استعماله إلا كعلاج فقط بس. So لذلك if you have a jar of honey، لو أنت عندك طبعا أو لديك بتاع ده برطمان من العسل، you can mix it، يمكنك أن تخلطه with milk، مع اللبن، to make your cough better، كمان لجعل السعال أفضل. بعد كده عند بيج 37 37 بيقول لي could you the correct answer from ABC or D. Honey can be used as food and space، العسل يمكن يستعمل كغذاء وايه؟ احنا قلنا كمان treatment اللي هو كعلاج. فعشان هنا طبعا عندنا علاج ولا عذرا عدوى ولا جرح، infection عدوى وواند الجرح طبعا ما ينفعش. يبقى الإجابة الصحيحة يمكن استخدام العسل، العسل يمكن أن يستعمل كغذاء وتريتمنت علاج. وعندي كلمة injury معناها طبعا جرح، ودي إصابة، ودي infection عدوى، تريتمنت طبعا علاج. Number two some types of honey can kill space، بقول لي إن بعض أنواع العسل يمكن أن تقتل طبعا البكتيريا. فعشان birds طيور animals حيوانات insects حشرات، في المقطع some types of honey can kill space، بقول لبعض انواع العسل يمكن ان تقتل طبعا البكتيريا. السؤال بعد كده بي answer the following question how did Egyptian doctors use the honey، كيف استعمل الاطباء المصريين العسل، الاطباء المصريين استعملوا العسل ايه؟ يبقى ازاي من خلال النص برضو هنقول they، هم used استخدموا العسل honey as ك a treat منت كعلاج for some injures إن للإصابات والإيه and illnesses والأمراض. الإجابة من قطعة، يبقى هنا برضو هنقول they use، هنا they used as a treat for some injuries and illness، استخدموه طبعا كعلاج لبعض الإصابات والأمراض. بعد كده السؤال نمبر 4 summarize the text in two sentences، يعني لخص الايه النص في جملتين، هنلخص النص في جملتين من القطع. الجملة الأولانية honey isn't only used as food، يعني العسل لم يستخدم فقط بس كايه طعام، ادي اول جمله. الجمله الثانيه كمان it's also انه ايضا used a treatment كعلاج for some injuries and illnesses، وكمان ايه استخدمه كعلاج لبعض الاصابات والامراض. دي طبعا الجملتين. بعد كده عندي السؤال اللي عندي الترتيب، هنبدا الاول عندي نقول don't eat in the library أو library please، لا تأكل في المكتبة من فضلك. My mom أمي really حقا speaks تتحدث الفرنش الفرنسية well بشكل جيد. She's having، هي طبعا بتقيم، she's having a party حفلة on her
birthday حفلة عيد ميلاد. Where يعني أين، فعل مساعد does، الفاعل عندي هنا ضحى. Where does ضحى، ده استفهام فعل مساعد والفعل. فعل في المصدر عندي مين؟ hurt. يبقى أنا عندي هنا أداة استفهام فعل مساعد عذرا، يبقى هنا where does it hurt ضحى، أينما يؤلمك يا ضحى، أداة استفهام فعل مساعد، الفاعل يا فعل في المصدر، بقى الجملة عندي ضحى، يبقى أداة استفهام does where does it hurt ضحى، أين ما يؤلمك يا ضحى. بعد كده البانكت ويت the following، عندي هنا التي بتاعت there، والاس بتاعت عندي صها، الاتش بتاعت how، وquestion mark. بعد كده عندي طبعا الباراجراف، write a paragraph 40 words going on going out on a nature trail، طبعا الذهاب في نزهة طبيعية، using the following guiding elements، بتستخدم العناصر المساعدة، وجايب لي هنا where did you go، أين ذهبت، what did you take with you، ماذا أخذت معك. نبدأ طبعا نكتب الباراجراف، نسيب مسافة تعادل الكلمة، ونبدأ الجملة بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة نضع فلوستوب، يبقى I am علي، ده اسمي علي. I am in grade 5، أنا في الصف الخامس. I like، أنا بحب، a nature، بحب الطبيعة، nature trails، أنا بحب طبعا الذهاب أو بحب طبيعة إيه، المتنزهات الطبيعية. I like nature trails، أنا بحب التنزهات الطبيعية. So much، جدا. They are really cool، رائعة جدا. And كمان fun، وممتعة. I like to go، نحب الذهاب، to the blue، هنا ممكن نقول lagoon، هي طبعا البحيرة الزرقاء والمنتزه الزرقاء، أو lagoon، blue lagoon. It's a nice place، إنه مكان لطيف. إن يعني في كلمة في بلد اسمها دهب، أو مدينة اسمها دهب. كمان you can swim، يمكنك أن تسبح طبعا. and ضيف والغوص طبعا there هناك. كمان the water، الماء، the water is clear، واضحة أو صافية. and كمان عندي clean، نظيفة. ممكن كمان أقول I am، وكمان يبقى إيه، أنا ممكن أقول كمان I am taking، طبعا أنا سنأخذ hat، قبعة. and عندي كمان sun glasses، والنظارة بتاعتي. يبقى تاني I am علي، أنا اسمي علي، أو يا رأي اسمه I am in grade 5، أنا في الصف الخامس. I like nature trails، أنا بحب طبعا المتنزهات الطبيعية. So much، جدا. They are really cool، هم رائعين جدا. And fun، وممتعين. I like to go to the blue lagoon، أنا طبعا أحب الذهاب إلى إيه، البحيرة الزرقاء. It's a nice place، إنه مكان جميل. إن ذهب، you can swim، يمكنك السباحة. عند ضيف والغوص، there هناك. The water is clear، المياه طبعا واضحة أو نقية. And clean، النظيفة. I am taking a hat، أنا طبعا
سآخذ الهات القبعة and sunglasses والنظارة.